الذي استدعي مؤخرا للمنتخب الوطني مع المدرب السيد بوعلام شرف. وما نقدرش الشيخ كاظم يدير فيا ذي ثقة، والحمد لله من أديت مباراة اليوم في المستوى، وإن شاء الله بربي مازال خير قدام مع الشيخ كاظم، إن شاء الله نزيد نخدم ونحط روحي مازال ما وصلتش، وإن شاء الله بربي لي ملال والمنتخب الوطني إن شاء الله. تأهل الاتحاد كان وراءه الفريق ككل وبطريقة خاصة الحارس بوطاقة الذي صد محاولات بنويس وكذلك محاولات يوسف يحيى ورشاقة كبيرة وشجاعة لهذا الحارس. أقول أن وراء نجاح الحارس مدرب الحراس الذي كان حارسا بارعا في اتحاد الحراش خديم خير الدين وتواضعه الدائم. وهذا هو البليزير ديالي كي نشوف حراسي يبرعوا هكذا والاخر، هذا هو البليزير. الناس واحد يحب خدمته ويخدم ويخدم من قلبه، وربي كيما يقول لك كيما يقول يكمل ويخرجوا هكذا حراس. تحكيم ممتاز للثلاثي عرب عبد الرزاق ومساعديه بيوض وبن ناصر تحت انظار محافظ اللقاء يوسف بن مجبر. سيطرة كاملة من جانب اتحاد البوليدة عن طريق بن عمار رابطي، حمزة فريوي واللاعب المتألق غاشا الذي يمتاز بالسرعة وفنية عالية، وخلق مشاكل كبيرة لدفاع الجمعية بقيادة زحزوح، وتحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة داخل منطقة 18 متر عن طريق يوسف ياسين. نفذ ضربة الجزاء رابطي رقم 10 وتألق الحارس متحزم من جانب الجمعية وردها. الشوط الثاني كان لصالح الجمعية بوجه مغاير تماما للشوط الأول، وعدد أكبر من المهاجمين، ونجح أبناء مدينة الورود في خلق فرص عديدة جاءت بثمارها في الدقيقة 74 أي في الدقيقة 30 من الشوط الثاني عن طريق فريوي الذي يفتتح باب التسجيل. لما رجعت الجمعية إلى طريقة الهجوم تمكن فريق اتحاد البوليدة من تغيير النتيجة لصالحه، وهذه المرة عن طريق اللاعب بالحاج الذي سجل الهدف في الدقيقة 94 أي في الوقت البدل الضائع، ليفوز فريق اتحاد البوليدة أداء ونتيجة باعتراف المدرب سالم العوفي مدرب جمعية وهران. كانت عندنا محاولتين لتعديل النتيجة والعودة في المقابلة، للأسف يعني ما سجلناهمش، خاصة المحاولة الأخيرة لما ما تسجلش يسجل لك، هذه القاعدة. يعني في الموما وين ضيعنا هدف التعادل كان يعني قلب الدفاع هو اللي كانت عنده المحاولة الأخيرة، قلب الدفاع الثاني كان يسواني كان برا، دونك قعدنا بدون تغطية يعني في الخلف، هذا اللي سمح الفريق الخصم باش يسخل الفرصه ويضيف هدف ثاني في وقت قاتل. نظن مبروك على البليده التأهل تاعهم.